يزداد الوضع غموضا في الجنوب، فبينما تتحدث التقارير عن استمرار السعودية في محاولات جمع الشرعية مع المجلس الانتقالي الموالي للإمارات بغرض التوصل إلى حل للأزمة في عدن، يبدو أيضا وكأن الوضع مرشح للبقاء على حاله. أهلا بكم. نفذت الميليشيات الموالية لأبو ظبي في المحافظات الجنوبية حربها ضد الحكومة الشرعية تحت لافتة تحقيق الاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية، إلا أن ذلك العمل تحول إلى مباحثات حول كيفية تعديل قوام الحكومة الشرعية بحيث تستوعب مجددا أتباع أبو ظبي. في السابق كان هؤلاء أعضاء في الحكومة وعلى رأس السلطات المحلية في أكثر من محافظة، وعند إقالتهم اتجهوا نحو إنشاء كيانات مدعومة من الإمارات تطالب باستقلال الجنوب، وعندما نفذوا خطوتهم على الأرض بالتعاون مع أبو ظبي عاد الحديث عن تقلدهم مناصب حكومية. فهل كانت كل هذه الحرب من أجل وزارات في حكومة طالما تم اتهامها بالفساد والعجز؟ أم أن الظروف التي وجد الانتقالي نفسه فيها بعد سيطرته على عدن دفعته للتراجع خطوة إلى الخلف بغرض التموضع استعدادا للنقلة التالية؟ أم إن هذه المباحثات برمتها ليست سوى عملية بيع للوهم من قبل السعودية بحيث ينتهي الحديث عن استعادة العاصمة المؤقتة من قبل السلطة الشرعية؟ للنقاش سيكون معنا من جنيف القيادي السابق في المؤتمر الشعبي العام ياسر اليماني، ومن نيويورك الناشط السياسي أحمد الصالح. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكما السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد الصالح. لم ينعقد إلى الآن الحوار بين الحكومة والمجلس الانتقالي بشكل مباشر، لكن التقارير تفيد أن اتفاقا في طور التبلور. ما أهم ما قد يتضمن هذا الاتفاق برأيك؟ مساك أنت وضيفك والسادة المشاهدين الكرام. أهلا بك سيدي العزيز. يعني كنت أتمنى أن لا تنحني يعني قناة بلقيس إلى مقدمة بهذا الشكل أو بهذه الصيغة، لأن لا أريد أن أضع لكم ما تقولون، لكن أنت تدرك تماما وأنت مواطن يمني بأن القضية الجنوبية قضية شعب وقضية مطروحة من قبل، يعني وليست يعني وليدة اللحظة أو وليدة تواجد التحالف أو الإمارات، وهي قضية عادلة. يعني سواء اختلفنا أو اتفقنا أو مهما كان شكل الدولة فيما بعد، يفترض بنا أن نتحدث عن عدالة القضية. إن كان هناك مشكلة مع توجه القناة مع الإمارات أو مع السعودية أو مع أي دولة أخرى، فليصفوها خارج إطار القضية، لأن القضية ليس لها علاقة بهذه الإشكاليات. كانت القضية موجودة قبل تواجد الإمارات وستبقى وستظل بعد خروج الإمارات التي لا محالة ستخرج كل الدول من اليمن، وسيبقى أبناء الشعب صامدين الذين وقفوا بصدورهم العارية. وهذه رسالة حببت أن أرسلها لكم. جميل. هذا الأمر لا خلاف عليه، هناك حديث عن القضية الجنوبية، لكن الحديث في المقدمة كان عن المجلس الانتقالي الذي يتبع الإمارات دعما على الأقل. تفضل. إذا تحدثنا عن التبعية سنتحدث عن الشرعية أنها تتبع طرف، وسنتحدث عن الأحزاب أنها تتبع أطراف، وبالتالي سندخل في متاهة. هناك مصالح متبادلة بين الدول، وهذا أمر في العرف السياسي موجود ومتداول وطبيعي جدا. لا نقبل الانقياد أو التبعية لأحد، وأنت تدرك الأمر هذا. لكننا عندما نسقط الإسقاطات السياسية بهذه الطريقة نحن ننتقص من الناس، ننتقص من الإرادة الشعبية، ننتقص من التضحيات، وحتى ننتقص من الاحترام المتبادل بيننا كشعوب. طيب، ولهذا أنت متواجد هنا سيد الصالح، لهذا للتوضيح أنت متواجد هنا في نهاية. وأنا وضحت لك بما يفترض بي أن أقوله من باب أن نبقى كاحترام متبادل فيما بيننا وبين. دعني أدخل في الموضوع. نعم، الحوار هو لغة سامية وطيبة جدا بين القوى السياسية المتصارعة. هناك مسارين اثنين فقط في العمليات السياسية عندما تحصل بين طرفين ويحدث مواجهات عسكرية، إما أن تفرض واقعك بالقوة العسكرية وتبسط وتسيطر، وهذا يعني لم يحصل فترة سابقة لا من قبل الشرعية ولا من قبل المجلس الانتقالي على كافة الأراضي، وإما أن تدخل في حوار سلام بما أن هناك نقاط التقاء مشتركة. وهناك أنا أجزم تماما الآن أتحدث في نوع من الحيادية كمواطن، لأن هناك كثير من النقاط المشتركة بحكم تواجد التحالف وبحكم تواجد عدو يعني يتربص بالجميع وهو إيران عن طريق ميليشياتها الحوثية.
نعم الحوار لم يكن مباشرا، لكن دعني أقول بأن ما يحدث في جدة هو مبادرة سعودية حقيقية، لأنها هي من تقود التحالف وهي من ترعى كل أطراف، الجميع يعمل تحت مظلتها في الملف اليمني خصوصا ضد إيران. في الأساس التحالف عندما تدخل في اليمن لم يتدخل من أجل الشرعية كشرعية لذاتها، ولكن تدخل من أجل الشعب، من أجل المواطن. وأنت تدرك والجميع والمشاهدين الكرام يدركون بأن هذه الشرعية بعيد عن اختلافنا أو اتفاقنا معها لم تثبت حقيقة بأنها مع الشعب وفي صف الشعب، فشلت في كافة الأصعدة السياسية والعسكرية. هناك عدة عوامل، نعم لا نريد أن نخرجها من سياقها، لكن حقيقة لم تستطيع أن تخلق على الأقل وفاق سياسي بين القوى السياسية ليجعلها تكون أقوى على الأرض. هناك أطراف سياسية متواجدة على الأرض بقوة، وبالتالي كان يفترض علينا احترام هذا الواقع والتعامل معه بإيجابية، خصوصا بأن هذه الأطراف ترفع شعار اعترافها بالرئيس هادي وبالشرعية. ما حصل إلى اليوم، يعني كل التسريبات التي يسمعها الجميع لا صحة لها حقيقة. المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية لم تذهب لتبحث عن مناصب، لأنه في الأساس كانت هذه القوى في الأساس في المناصب، لكن بحثها عن شراكة سياسية وشراكتها بأن تكون هي الشرعية هذا أمر طبيعي جدا في هذه المرحلة. هناك سقف للشارع مرتفع، نعم، لكن السياسي عندما يجلس على طاولة حوار ومفاوضات هناك حد للقبول وهناك حد للرفض، وهناك تعرف يعني كل طرف عندما يدخل في حوار يجب أن يقدم بعض التنازلات والأخذ والعطاء، وهذا ما تقدمه الشرعية أيضا، لأنه في الأصل دعني أقول لك الأساس بأن كل ما يوجد في الدولة في البلد يفترض بها أن تكون الدولة وما دونها استثناء، لكن حقيقة اليوم الدولة تعتبر جزء من الاستثناء وليست هي الواقع الحقيقي. نحن ندعم في الحقيقة كل ما يقرب بين الشعب بين القوى السياسية خصوصا في هذه المرحلة، لأن القضية الجنوبية قضية لا يمكن طمسها أو تنازلها بالقبول بمناصب أو شراكة سياسية، والقبول بالمناصب ليس من أجل المناصب ذاتها، ولكن لشراكة سياسية حقيقية لإدارة المراحل، لإدارة المنطقة، لمساعدة الشعب، لأن الحكومات السابقة المتعاقبة فشلت فشلا ذريعا في القيام بواجباتها، وفي نفس الوقت لم تكن تمثل الشارع، لم يكن لها قبول، لم يستطع حتى وزير واحد أن يخرج الشارع خوفا لأن الناس لا يقبلونه وغير ولا يحسون أنه يمثلهم. لكن عندما تمثل الدولة بما يتناسب مع الواقع السياسي والعسكري ميدانيا على الأرض وبضمانات حقيقية ستكون هناك قبول وسيكون هناك طيب. يعني على الأقل الحد الأدنى من خدمات المواطن والقيام بواجبات الدولة. سيد الصالح، ألم تكن الشراكة السياسية موجودة قبل أحداث عدن، حتى قبل تشكيل المجلس الانتقالي كله؟ لا حقيقة لم تكن. دعني أقول لك بأن الشراكة السياسية لا تشكل مع أفراد، الشراكة السياسية تشكل مع كيانات ومع قوى سياسية. عندما يأتي فلان باسمه وصفته الشخصية حتى وإن كان قائد في المقاومة أو رمز سياسي وأتى باسمه وصفته، تلك الفترة كانت عبارة عن تبعات لمخرجات الحرب، عندما انتهت الحرب وهرب الجميع لم يكن أحد متواجد، وهذه كانت أفرزتها مخرجات الحرب. لم يكن أيدروس الزبيدي عندما كان محافظ أو غيره من الوزراء والمسؤولين يعني يمثل القوى الجنوبية كما يمثل اليوم، كان في تلك الفترة يمثل قائد جنوبي، نعم، لكنه يعني لا يمثل تقصد قبل الاستقواء بالسلاح؟ لا أحد يستقوي بالسلاح. دعني أقول لك بأنه السلاح هو يحفظ لك حقوقك عندما تعجز أو عندما يصر الطرف الآخر بأن يقاتلك، وأنت ترى ورأيت ما يعانيه الشعب اليوم في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية، تعتقل الصحفيين، تقتل الناس بدم بارد، ورأيتهم ذلك. أنا لا أعلم عندما وكنت معك على هذه القناة وأنا أعتقد معك أنت كمذيع، عندما حصلت بعض الإحداثيات لبعض العاملين في عدن وأدنى هذا الأمر، يعني شغلت كل القنوات والوسائل الإعلام الحزبية كل الرأي العام، وقتل يعني مواطن في عزام بدم بارد أمام الجميع، ومر مرور الكرام على الجميع، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الكيل بمعايير مختلفة وليس له علاقة بحقوق المواطن أو الإنسانية أو على الأقل الحد الأدنى من المهنية في القنوات أو وسائل التواصل أو حتى الأحزاب في كياناتها. السلاح دعني أقول لك لا أحد يتمنى بأن يميله، لأنه في الأخير الدم واحد ولا نقبل هذه اللغة على الإطلاق، لكن عندما تفرض عليك المعارك وعندما يأتي طرف ليستقوي عليك بالسلاح ويستخدم أطراف ويجلب مقاتلين من محافظات أخرى بينما جبهتها الحقيقية معروفة أين هي ويتركها من 5 سنوات لا يقاتل فيها، فإنك ستضطر، وحق الدفاع عن النفس مشروع تماما. نحن لا نقبل في الحقيقة بأن نهاجم على أحد ولا نعتدي على أحد، لكن عندما أحد يأتي بسلاح الدولة ويستخدم مقدراتها ومؤسساتها وفشل في كل شيء ثم يوجه سلاحه إلى صدرك، أنا أعتقد أن المنطق الطبيعي والوضع الطبيعي لكرامة الإنسان وكبرياءه بأن يدافع عن نفسه، وهذا ما حصل. وعندما دافعنا عن أنفسنا وقفنا ولم نهاجم أحد في أماكنه على الإطلاق ولا نقبل ذلك،
نحن اليوم يجب علينا أن ندعم الحوار السياسي. لماذا كل القنوات ترفض هذا الحوار السياسي؟ لماذا كل السياسيين يرفضون هذا الأمر؟ لماذا كل ما نراهم من أحزاب ومن قوى سياسية متسلطة في الدولة تظن كأن الدولة ملكية خاصة؟ الدولة ليست ملكية خاصة، الدولة هي للجميع، والدولة والمؤسسات كمؤسسات وكأفراد فقط هم موظفين وعاملين مع الشعب، ويفترض لهم خدمة الشعب وليس لمصالحهم الذاتية والشخصية. ولا يهم من أين يأتي الموظف أو الوزير أو الرئيس، بقدر ما يأتي ما هي أعماله وما هو مشروع الذي سيقدمه بناء على العقد الذي بينه وبين الشعب. وهذا ما أثبتت المراحل فشلة في المراحل السابقة. نحن نريد اليوم فقط أن نعيد مرة أخرى لكرامة الإنسان واعتباره، توفير الحد الأدنى من الخدمات، وتوفير يعني وفاق سياسي نستطيع من خلاله التوجه مرة أخرى لمعركتنا الرئيسية في إنهاء هذا الانقلاب والقضاء على المد الإيراني، ثم التشاور والتفاوض على قضايانا الرئيسية التي أقر بها الجميع، كل القوى السياسية في الشمال ومؤسسة الرئاسة تعترف بالقضية الجنوبية لكنها تريد أن تحلها بطريقتها. لا يمكن أن تكون أنت الخصم وأنت الحكم، لا يجوز في السياسة هذا الأمر، لا يمكن. يجب علينا أن ندرك تماما بأن القضية لها أبجديات، لها أسس، لها قواعد ولها رموز، ويجب التعامل معها بالشكل الصحيح. لا يمكن أن تكون أنت في مكان القرار وترفض تطلعات الشعب ثم تقول ألا أنا سأحكم وأنا سأفصل لكم الحل بالطريقة التي تتناسب معي ويجب عليكم قبوله. هذا أمر يعني فيه نوع من الغباء السياسي وغير مقبول، ولا يجوز علينا مرة أخرى أن نجعل من الشعب يعني حقل تجارب، كل يوم نجرب فيه تجربة فاشلة. يجب علينا العودة مرة أخرى إلى معقل الحل، وهو عندما وجدنا كيان سياسي جنوبي. دعني أقول بأنه ليس هناك كيان كامل، لكن نتحدث على الحد الأدنى أن المجلس الانتقالي يمثل تطلعات يعني حاشدة وجمهور عريض كبير جدا. نعم لديه بعض الأخطاء لكن سيتم تلافيها، على الأقل يجب احتوت الدولة في فترات سابقة الحوثي وهو عصابة مسلحة تقتل الناس في 2014 و2013 و2012. لماذا يرفضون اليوم المجلس الانتقالي وهو يعترف بالرئيس وهو يقف مع التحالف وهو يناصر المظلومين في الشمال؟ لماذا يرفضون؟ يعني أن تشبه الآن المجلس الانتقالي بالحوثي؟ لا، أنا لا أشبه، أنا أتحدث لماذا. أنا أتساءل في 2013 كانت الحوثي عبارة عن إذا لماذا تقول يعني مرفوضة. إذا تتساءل سيد الصالح، إذا تتساءل أن الحكومة يعني احتوت أو الدولة احتوت الحوثيين، إذا هي عليها أن تستمر في احتوائهم وأن تحتوي المجلس الانتقالي أيضا وكل من لا. يحمل عليها السلاح أو يواجهها بالسلاح. لا، دعني أقول لك، أنا أتحدث على مقارنات فقط، بينما التشبيه بعيد جدا. أنا أقول لك في 2013 ماذا حصل. في 2013 كان الحوثي حركة متمردة اعترف بقتله 60,000 جندي من الجيش، وأنت تدرك هذا الأمر، تم قبوله وهو ليس حركة سياسية ولا حزب سياسي معترف على الإطلاق، ولا يمثل حاضنة شعبية، يمثل يعني جزء بسيط جدا من صعدة، وأنت تدرك الأمر هذا. من باب أولى حركة سياسية عادلة كانت تتحدث بسلمية وترفع شعار السلمية ولديها ممثل سياسي كان يفترض احتضانها من قبل القوى السياسية والترحيب بها. لماذا ندفع الناس إلى الزاوية الضيقة؟ لماذا ندفعهم إلى حمل السلاح؟ لماذا نفرض عليهم أشياء وحلول ليس لها قبول؟ سيد الصالح، لكن منذ مؤتمر الحوار وهناك ممثلون ومن قبل ذلك، حتى في مؤتمر الحوار لنقل بعد ثورة 2011 كان هناك ممثلون للقضية الجنوبية، هناك مستشارون للرئيس هادي من عمق الحراك الجنوبي ومن المناضلين المخضرمين إن صح التعبير. دعني أقول لك نقطة بسيطة جدا وأتمنى يتم استيعابها دائما في هذا الأمر. أنشئ الحراك الجنوبي تحت مسمى وهدف أساسي وحيد، وهو استعادة الدولة الجنوبية. عندما تنتمي إلى هذه المؤسسة أو هذا الكيان الشعبي يجب عليك الالتزام بالأبجديات والأهداف الرئيسية التي انطلق من أجلها. عندما تكون قائد في هذا الكيان ثم تنحرف بوصلتك أو يكون تتغير توجهاتك وثم تقبل بمشاريع أو أنصاف الحلول، أنت تخرج من هذا الإطار. يعني لا يمكن بأن تكون مع الحراك الجنوبي وأنت ضد استعادة الدولة الجنوبية. هذا مبدأ يعني أمر تقليدي وبسيط جدا. استعادة الهدف الأساسي الذي أنشئ أجل الحراك الجنوبي. عندما يخرج بعض القادة، مع كل الاحترام والتقدير لهم، أنا جدا أحترم كل توجهات الناس ولا أقف ضد أحد لأنه حق مكتسب لأي إنسان يعبر عن رأيه سواء جنوبي أو شمالي، لكن أنا أتحدث على قضية مسارها أنشئ الحراك الجنوبي تحت مظلة استعادة الدولة. أنا أتحدث لك مثلا عن نفسي اليوم، أدعي بأني مع الحراك الجنوبي، لكن غدا إذا غيرت مسار استعادة الدولة الجنوبية لا يحق لي أن أتحدث بأنني أنتمي إلى هذا الكيان العظيم، ويفترض بي أن أنضم إلى أحد الأحزاب والقوى السياسية القائمة.
لا يمكن أن تكون في الحراك الجنوبي تدعي بأنك مع الوحدة مرة أخرى، هذا لا يجوز على الإطلاق، لأن الهدف والشعار والمشروع الأساسي الذي قام من أجله الحراك الجنوبي واستعادة الدولة الجنوبية كما تقوم الأحزاب الأخرى على بقاء الوحدة اليمنية. يعني لا يكون هناك مثلا إصلاحي أو مؤتمري أو اشتراكي أو ناصري لديه مشروع مثلا معاكس. بالتالي لكن هناك من قد يقول أنه يعني كان هناك أهداف بعيدة المنال وصعبة التحقق، وهناك من أعاد التفكير في هذه الأهداف لوقائع جديدة على الأرض وبحكم التجارب يعني في المنطقة وخارج المنطقة أو يعني في إسبانيا في العراق وغيرها. لكن دعنا الآن نشرك معنا في الحوار السيد أحمد جعفان الناشط السياسي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عدن. أرحب بك سيد جعفان. إذن لم ينعقد إلى الآن الحوار بين الحكومة والمجلس الانتقالي، لكن التقارير تفيد أن اتفاقا في طور التبلور. برأيك ما أهم ما قد يتضمنه هذا الاتفاق؟ أهلا وسهلا، أولا تحية لك ولضيوفك الكرام ولكل المشاهدين، حياكم الله. حقيقة يعني طال الوقت الذي يعني يتحدثون فيه عن اتفاق، يبدو أن هناك مشاورات ومحادثات يعني تحت الطاولة أو كما يقال غير مباشرة وما شابه ذلك، وهناك تقريبا بعض الملفات لم تحسم، وتقريبا يعني إذا كان هناك اتفاق يجب أن يقوم هذا الاتفاق أولا على أرضية صلبة. هذه الأرضية الصلبة طبعا تم تحديدها مبدئيا من قبل الفريق الشرعية في أنه أولاً لبداية أي حوار يجب أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب الأخير في عدن، والذي قام به يعني مولته الإمارات العربية المتحدة عن طريق ميليشياتها الحزام الأمني وكذلك المجلس الانتقالي. وبالمناسبة هنا أنا أريد التعليق فقط على ما يعني تم الحوار حوله، أنه يعني مسألة القضية الجنوبية لا يستطيع يعني فصيل سياسي أن يدعي أنه يمثلها بالمطلق، لأن هناك قيادات تاريخية وهناك رموز وهناك حراك مدني طويل عريض، ولا يعني وإذا كان ثمة يعني فصيل سياسي يريد أن يدعي أو يحتكر القضية الجنوبية يعني يجب أولا أن يتذكر الأخوة أنه يعني القضايا لا يعبر عنها ولا يتم النضال فيها من خلال دعم خارجي. يعني نحن حينما نرى الآن الإمارات العربية المتحدة تتدخل في شؤوننا الداخلية وتموت هذا الفصيل ضد ذاك، وهي دخلت أساسا يعني باسم استعادة الشرعية، وبالتالي نحن الآن أمام مشكلات معقدة ومشكلات مركبة يعني كلها تلقي بظلالها ثقيلة على ما يدور الآن في جدة. وبالتالي ربما يعني إذا كان هناك تسوية من نوع ما فأنه سيكون هناك يعني تقاسم في وزارات الحكومة، وسيكون هناك أيضا يعني نوع من التطبيع داخل عدن كما سمعنا، وكما هناك تسريبات كثيرة تقول أنه الإمارات ربما تخرج بقواتها ما دام أنها قد ضمنت يعني السيطرة على الأرض من خلال المكونات التابعة لها، سواء المكونات السياسية أو المكونات العسكرية، وأن القوات السعودية هي التي ستكون يعني داخل عدن وما شابه ذلك، وتعود أيضا يعني الحكومة الشرعية تباشر عملها من عدن. فهذا هم يعني الأمور الآن تدور حول هذا المسار، لكن هناك ربما تعقيدات تظهر من هنا أو هناك ما دام أن القوة العسكرية التي بسطت نفوذها داخل عدن لا تريد التنازل يعني عن شيء مما سيطرت عليه، فإن هذه هي العقدة الآن، هذه هي عقدة الحوار، لأنه من الصعب على قوات الحزام الأمني وكل التشكيلات التابعة للإمارات العربية المتحدة التي سيطرت على المعسكرات في عدن أن تسلم معسكرا واحدا أو ثكنة عسكرية واحدة بعد أن احتلتها، إلا إذا كان هناك نوع من الضغط ونوع من المساومات ونوع أيضا من الإغراءات تغري هذا الطرف يعني بإزاحة يعني بالخروج من هذه الأماكن وتسليمها. وبالتالي نحن يعني الآن أمام يعني تحديات كبيرة، نتمنى أن يتوصلوا إلى اتفاق ليجنبوا هذا الوطن ويجنبوا أيضا المواطن المزيد من المشكلات والمزيد من الأزمات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط من خدماته ومن حياته وما شابه ذلك. يعني
طيب يعني في سياق الحديث عن مسألة أن هناك يعني السيد الصالح يقول أنه ما قد يطرح في مثل هكذا يعني لقاءات هو مسألة الشراكة السياسية، هو مسألة التمثيل الحقيقي للشعب الجنوبي كما قد يقول السيد الصالح في أي قرار تتخذه الحكومة الشرعية. ما رأيك بذلك سيد جعفر؟ نعم، أنا استمعت لبعض الحديث الذي تحدث به الأخ الصالح، ويعني أحيانا يبدو ظاهر الحديث أنه منطقي، لكن هناك يعني كثير من يعني التجاوزات وكثير أيضا من إهمال الأطراف الأخرى. يعني حينما نتحدث نحن عن القضية الجنوبية ونخص فقط فريقا واحدا ننتمي إليه، هذه مشكلة كبيرة. أليس هو يعني أليس هو الممثل الأكبر؟ يعني الميدان كان واضحا فيما يتعلق بالتحشيد الذي قدر الانتقالي على إيجاده، أليس هو القادر على يعني وضع العلاقات الدولية الأكبر، يعني على التشبيك مع الجهات الدولية بشكل أكبر، أليس هو القادر حتى على جلب التمويل وأيضا إنشاء يعني كما هو واضح ويبدو القدرة على كما وصفها السيد الصالح على أن يعني يمتلك قوة دفاعية، إذا يعني أخذت المصطلح بأخف ما قد يمكن. نعم يا أخي العزيز، الانتقالي يعني ينطبق عليه المثال الذي يقول يريد أن يرعى مع الراعي ويأكل مع الذئب. يعني كان عيدروس الزبيدي نفسه وشلال وهم كانوا موظفين أصلا مع الحكومة الشرعية، ذاك كان محافظ وذاك كان أيضا وزير هاني بن بريك، ويعني وهذاك مسؤول الأمن، فكان يعني كان هناك نوع من يعني نوع من الإدماج والتدريجي وما شابه ذلك. لكن الانتقالي كما هو خطابه يعني هو يريد أن يستحوذ على كل شيء، هو يعني يتهم القوى كلها بأنها يعني قوى شمالية أو تنتمي للشمال أو هي ذراع الشمال في الجنوب، وكل هذه المسميات وكل هذه المصطلحات التي تلقى هنا وهناك. وبالتالي نحن رأينا يعني خلال سنتين ماضيتين، يعني حينما كان الأخ عيدروس الزبيدي هو محافظ عدن، لم نرى تحسن في الخدمات. كان من باب أولى أن تستغل يعني هذه التشكيلة يعني ذلك. هو لا يتحدث عن مناصب، هو يتحدث عن شراكة في القرار. الشراكة في القرار يا أخي العزيز، نحن نمر بفترة انتقالية صعبة، ويعني يعني نتحدث أيضا عن سلطة مختطفة القرار، ونتحدث عن وضع شاذ أساسا بعد انقلاب الحركة الحوثية وعلي عبد الله صالح ومؤسسة الدولة ذهبت كلها شذر مدر، وحتى السلطة الشرعية التي جاءت هي يعني سلطة مختلة في توازنها، يعني لا نستطيع أن نقول أنها يعني تقوم على أرضية صلبة من يعني الوضع القانوني والوضع الدستوري كله يعني غير سوي وغير مستقيم، وبالتالي نحن كنا أمام حالة شاذة وفي حالة حرب أيضا، وبالتالي لم تكن الأمور مهيئة أصلا. وحتى لو تم الإدماج على مستوى القرار وما شابه ذلك، يعني النزوع إلى فكرة السيطرة والاستحواذ، لا أقول الانفصال، حتى فكرة الانفصال هي بعيدة عن مشروع الانتقالي ومشروع وكل هذه القوى التي تتحدث باسم الانفصال، لأنه ليست لديها مشروع. حتى الإمارات العربية المتحدة نفسها وهي تدعم هذه الفصائل هي لا تريد الانفصال أساسا، لأن بقدر ما تريد مصالحها على يد هذه التشكيلات التابعة لها والتي تستلم رواتب منها، بدليل أن قوة يعني طارق علي عبد الله صالح تدخل وتخرج إلى عدن ويعني تشرح وتمرح، وكلهم يأتمرون من مطبخ واحد ويتحدثون عن انفصال، هم يريدون فقط الانفصال يطبقوه من خلال النقاط على أبناء تعز المساكين الذين يريدون أن يأتوا للعمل إلى عدن وما شابه ذلك. هذا هو مفهومهم عن الانفصال للأسف الشديد، هذا يعني مفهوم قاصر جدا، ونحن هنا يعني لا نريد أن نسفه أحدا ولا نريد أن نتهم أحد، ولكن نقول أن هناك إشكالات بنيوية كبيرة جدا في العقلية السياسية، سواء كانت في النخبة
على مستوى الجنوب وايضا على مستوى الشمال. طيب هذا ما يدفعني يعني عندما نطرح الشعارات التي تم رفعها سيد جعفر، عندما نطرح الشعارات التي تم رفعها ابان التحرك والتمرد الذي وصفته الحكومه بانه تمرد، اسالك سيد الصالح، الشعارات التي رفعت اسقاط الحكومه الفاسده، الان هناك حديث عن عوده للحكومه الى هذه الى عدن والمناطق الجنوبيه، أيضا رفع مسألة استعادة الدولة الجنوبية، لم يتحقق ذلك الآن، هل هي خطوة إلى الوراء يحاول المجلس الانتقالي الآن إعادة التموضع بسبب الضغوط الإقليمية؟ دعني أقول لك ببساطة، أنت الآن لو ركزنا حقيقة على دور المجلس الانتقالي وحضوره، لو كان يبحث فعليا عن مناصب بعيد عن القضية، ما الذي كان سيمنعه من ذلك؟ كانت الشرعية ستفتح أوسع الأبواب لقادة المجلس الانتقالي بما أنهم سيتنازلون عن القضية. كل الإشكالية تدور وتتمحور حول تمسك المجلس الانتقالي والقيادات الجنوبية في الكيانات الأخرى بقضيتهم، وهذه هي الإشكالية في عدم قبولهم فقط. أما من ناحية شراكة في الدولة تتسع لكل الناس وترحب بكل القوى والأحزاب. المجلس الانتقالي عندما يرفع ولا زال يتمسك بشعار استعادة الدولة الجنوبية، هذا مبدأ لا حياد عنه. المسألة هي تحدث عن توقيت. سيدي، أنت قلت شراكة سياسية الآن في أنا القرار. نعم، دعني أقول لك، أنا أتحدث لك أن الشراكة السياسية هي جزء من الطريق للوصول لاستعادة الدولة، لأن هناك مراحل. نحن أمام مشروع تدخل دولي في اليمن تحت قرارات دولية، وندرك مرحلة يعني معطيات المرحلة، ندرك تداعياتها، ندرك الأحداث التي تحيط بنا حاليا، سواء من الملف الإيراني المعقد، سواء من استهداف المملكة، سواء الآن من الأحداث في العراق وكل مكان. نحن جزء من المنطقة، نؤثر ونتأثر. المجلس الانتقالي عندما يتحدث عن شراكة سياسية يتحدث عن إدارة للمناطق التي هو فيها بشراكة بما يتناسب مع الواقع الحقيقي، وهذا الأمر ليس عيب ولا معيب ولا انتقاص من القيادات السياسية. إذا رأيت أحد من قيادات المجلس الانتقالي أو من القيادات الجنوبية الأخرى، لأنه أنا عندما أتحدث عن المجلس الانتقالي أقول دائما بأن هناك قيادات جنوبية أخرى، والمجلس الانتقالي هو جزء أصيل من القوى الثورية، عندما تراهم يقول لك أنا مع الدولة أو مع الشرعية أو مع الحكومة وتنازلت عن استعادة يعني الدولة، أنت تقول ذلك لكن في نهاية المطاف لا تعطيهم وزنهم كما يبدو. العكس تماما، نحن فقط نرفض بأن يأتي أحد يتسلق ويأخذ أكبر من وزنه، لأن الواقع الحقيقي اليوم في الدولة القائمة بأن هناك من أخذ أكبر من حجمه في الدولة. يعني دعني أقول لك الآن، مثلا حجم التجمع اليمني للإصلاح حاليا وقبوله السياسي في اليمن، بما أن الشمال مع الحوثي والمناطق الجنوبية أنت تدرك مع من يشكل معظم الوزارات، القوة التي يسمى عليها المؤتمر وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام يشكل وزارات كثيرة جدا، بعض المستقلين، أين دور القوى التي هي موجودة؟ نحن نقول بأن كل قوى سياسية بناء على الدستور القائم تأخذ حصتها الطبيعية، وليس هذا معناه تقاسم للمناصب والسلطة على الإطلاق، لأنه عيدروس الزبيدي بإمكانه، وهو لا زال يشكل بالمناسبة سفير في وزارة الخارجية. أنت ربما تقصد المبادرة الخليجية، أليس كذلك؟ لأنه في الدستور لا، ليس هناك تقاسم، أنت تقصد ربما التوافق في المبادرة الخليجية. أنا أتحدث لك على المسارين، على المبادرة الخليجية في الوفاق، والدستور اليمني عندما تشكل الحكومة تشكل من القوى التي تشكل واقع يعني ميدانيا على الأرض. يعني هل يشكل مثلا حزب الإصلاح أكثرية في الجنوب؟ هل يشكل المؤتمر أكثرية في الجنوب؟ لا، الجنوب الذي تحدث شرعينا بيدها، أما الشمال نحن نعرف أنه آمن. نحن نتحدث أنا وأنت كمنطق الآن، وبهذا الأمر يجب على الجميع على الأقل استغلال هذه الفرصة. عندما يتحدث كيان سياسي بحجم المجلس الانتقالي يمتلك هذه الجماهيرية والشعبية والحضور السياسي والمجتمعي ويقول أنا أمد يدي لكل القوى السياسية، بينما لديه مشروع وقضية أخرى، يجب استغلال هذا الأمر. يفترض بأن الشرعية تستقوي بالمجلس الانتقالي وليس العكس. صدقني إن أصبحت الشرعية هي المجلس الانتقالي أو قوام الأكثر منه، ستصبح قوية وعظيمة حتى في مواجهة عسكرية، وأنت رأيت بالأمس ماذا فعلت القوى الجنوبية في الضالع وفي الفاخر ودخلت الأماكن الأخرى، بينما القوى التي تشكل الدولة تنبطع وتتراجع إلى القلب. أعطني جبهة واحدة من القوى السياسية التي تمثل الدولة تتقدم في الجبهات، لا يوجد أحد. كل من يتقدمون في الجبهات ويقدمون التضحيات ويحققون انتصارات لنا كلنا، دعني أقول لنا كلنا في الشمال وفي الجنوب الذين نقف ضد الحوثي، هي القوى الجنوبية التي تتبع أو توالي أو تقف مع مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي، وليس غير ذلك. لماذا نكذب على أنفسنا ونزيف الحقائق للناس؟ يجب استغلال هذا الأمر. دعني أقول لك، اترك، إذا كان المجلس الانتقالي يقول سنؤجل إعلان الدولة، هدف استعادة الدولة هدف قائم لا إسقاط له ولا يسقط، لكن إعلان الدولة الآن أو الدخول في إرباك للمنطقة ودول الإقليم غير وارد. نحن نتحدث عن
تهيئة حقيقية لمشروع إدارة الدولة، نتحدث حقيقة عن شراكة سياسية تتناسب مع الواقع، نتحدث عن وفاق سياسي، لأن هذه الدولة من 5 سنوات إلى اليوم ماذا حققت؟ دعني أقول لك، حققت فساد مالي وإداري، العبث بالوظيفة العامة، لا وجود الحد الأدنى من الخدمات، فوضى، لم تخلق حتى نموذج واحد في محافظة واحدة، وهذا أمر خطير جدا. على ماذا نعطيها الشعب فرصة؟ دعني أقول الشعب وليس المجلس الانتقالي، لماذا الشعب يسكت؟ على ماذا يسكت؟ لا كهرباء ولا مياه ولا خدمات ولا تعليم، وفساد وفوضى. والله العظيم لو ترى وتعلم وتدرك وترى الحقائق الحقيقية في الفساد المالي والإداري في بعض مؤسسات الدولة في مرحلة الحرب، أنه يجب أن بدون محاكمة يزج بهم، يعني في أقصى العقوبات من يتسيدون مواقف الدولة. لماذا ندافع على الفساد؟ دعني أقول لك، بعيد عن مشروع استعادة الدولة، نحن نؤمن باستعادة الدولة، لكن في الأخير نحن نتحدث عن مواطنين غلابة ومواطنين يعانون، الناس اللي اليوم 3-4 أشهر في عدن ليس لديهم رواتب، يعني تخيل حرب جماعية، لا يوجد لديهم كهرباء يعني على الحد الأدنى منها، لا يوجد خدمات، إلى متى سيستمر هذا الحال؟ وهذا الأمر ليس وليد اليوم، من 5 سنوات عند لم يكن المجلس الانتقالي موجود من 5 سنوات، ومع ذلك فشلت الدولة. وتقصد يعني منذ أن كان أيضا عيدروس الزبيدي محافظا لعدن، وهناك وزراء في المجلس الانتقالي ومحافظين في الحكومة. طيب سنعود إلى هذه النقطة، سأعطيك المجال في هذه النقطة. الحكومة هي المسؤولة وليس المجلس الانتقالي. عيدروس الزبيدي سأعطيك المجال في هذه النقطة سيد صالح، لكن دعني أسأل السيد جعفان فيما يتعلق، يعني السيد الصالح يعترف بالقوى الجنوبية الأخرى لكن يقول على كل قوة ألا تتجاوز وزنها. برأيك سيد جعفان، ما هو وزن الانتقالي؟ من أين اكتسب هذا الوزن؟ طبعا قبل الحديث عن الأوزان يا أخي العزيز، القضية الجنوبية قضية عادلة، قضية واسعة وشاملة، ولا يستطيع أولا فصيل يعني صغير سرق سلقا في لحظات يعني في اقول لك في مرحله شاذه، يعني في مرحله غير مستقره، ومن قبل دوله خارجيه ايضا يعني اوكلت له هذه المهمه. نحن نعرف انه الاخ عيدروس الزبيدي هو قائد عسكري محنك كان في جبهه الضالع، ولكنه لم تكن لديه خبره في الجانب الاداري. مهما يكون الامر، يعني حصلت الخبره وادار المحافظه لسنتين، ولكن لم نشهد خلال هذه السنتين كما اشرت ايضا انت قبل قليل شيئا على مستوى الخدمات. وانا احدثك الان ويعني الكهرباء طافيه الان، هم في هذا يعني في هذه المرحله ايضا كان يفترض انهم ايضا يعني على الاقل يقوموا بتوفير الخدمات، ويحاولوا ايضا ان يثبتوا للمواطن أنه يعني ما سيأتيهم سيكون الأجمل في عهد الانتقال إذا حكم. لكن المواطنين اليوم حينما يرون هذه الخدمات وهذه المشكلات أمامهم يفقدون الثقة في كل يعني في كل هذه التشكيلات وفي كل هذه الفصائل. وإذا عدنا إلى الكلام الذي أشرت إليه قبل في سؤالك، أقول لك يا أخي العزيز، كل المكونات الجنوبية الأخرى يعني هي تفاجأت بالمشهد، أن يأتي يخرج فصيل بهذه الطريقة ويدعي تمثيل المشهد كله، ولكن هذا الفصيل يعني ليس لديه مشروع سياسي، لديه فقط قوة عسكرية هو يعبر عن وجوده من خلال هذه القوة العسكرية، وهذا هو الفارق الآن. المسألة يعني ليست يعني حتى كما يقول أيضا الأخ قبل قليل حينما يعني تحدث عن مشروع الانفصال وهكذا، يعني نحن مع كل الخيارات، نحن سواء كانت وحدة أو انفصال وهكذا، لكن من يحدد هذه الأمور أصلا؟ هذه الأمور تحددها الشعب وليس فصل سياسي، كل فصل سياسي يقدم ما لديه، ولكن الاستفتاء الشعبي هو الذي يحسم هذه الأمور، لأن القرار في الأخير قرار المصير هو مرتبط بهذا الشعب، وعلى الشعب في الأخير أن يدفع ثمن هذا القرار. إذا كان هناك انفصال عليه أن يدفع هذا الثمن الذي اختاره، وإذا كان هناك يعني نوع من أنواع الفيدرالية، الشعب أيضا هو الذي يتحمل يعني المسألة. لكن حينما يأتي فصيل يستقوي بالقوة العسكرية ويستقوي أيضا بدولة خارجية هي دخلت أساسا باسم تحالف لنصرة الشرعية أو الاستعادة الشرعية أو ما شابه ذلك، ويحصل ما يحصل هنا الاشكال. الوضع كما قلت لك شاذا، وانا هنا يعني لا ادافع يعني من خلال هذا الطرح، لا ادافع ايضا عن الفريق السياسي الموجود في السلطه الشرعيه، الفريق يعني السلطه الشرعيه ايضا لها فساد كبير وعظيم، وفشلت خلال هذه الـ5 سنوات
في ان يعني تعبر عن مشروع الوطن وتحاول انها تبني المؤسسات، اضافه الى ذلك تركت فراغ كبير ملئ هذا الفراغ من قبل هذه الاشياء وهذه الاوضاع التي نراها اليوم، وبالتالي نحن امام مشهد مختل، امام مشهد يعني الكل يراهن فيه على ما يمتلك من السلاح وما يمتلك من القوة العسكرية ليفرض إرادته على بقية الأطراف. وبالتالي هنا حين ما نتحدث عن مشروع سياسي من قبيل انفصال أو من قبيل أقاليم أو ما شابه ذلك، هذه كلها المشاريع الآن هي مشاريع معطلة، وحتى الحوار الذي يتم الآن في جدة وما شابه ذلك هو حوار أطراف تريد أن تتقاسم كعكة ما على نحو ما على حساب الوطن والمواطن الذي هو آخر من يتم الحديث عنه وآخر ما يهتم به. وبالتالي نحن أمام يعني سلطة أيضا هي تعمل بنفس العقلية التي كان يعمل بها فريق علي عبد الله صالح، يعني مكنت للأقارب ومكنت ل يعني لفساد كبير وعظيم نشهده إلى الآن في الوظيفة العامة وما شابه ذلك. ولكن هذا الفصيل أيضا الذي أتى والذي افترض أنه يمثل أملا للجنوبيين هو أيضا يمارس الفساد ويمارس أيضا القوة العسكرية بكل تجلياتها، ولا يستطيع أحد أيضا أن يثق في هذه المكونات كلها. وبالتالي نحن كما قلت لك أمام مشهد ينبغي أن تكون هناك مبادرة شعبية كبيرة، ينبغي أن تكون هناك مكونات جديدة تخرج إلى العلن وتعيد الأمور إلى نصابها، لأن المواطن الآن يفقد الأمل تماما ويفقد الثقة في كل هذه المكونات التي برزت على الصف. وبالتالي نحن أمام كما قلت لك مشهد معقد يحتاج إلى رؤية على المستوى النظري على الأقل تعيد الأمور إلى نصابها وترسم خارطة الطريق تحدد فيه المعالم التي ينبغي اتباعها أولا بأول. ويعني يعني المجلس الانتقالي الآن هو في تقدير الشخصي قفز قفزة في الهواء، يعني يفترض أنه حينما دخل المعاشيق وسيطر على عدن أول عمل ينبغي عليه أن يعمله كان يعلن حكومة طوارئ ويبدأ يسير الملفات ويعيد مؤسسات الدولة في عدن والخدمات وما شابه ذلك ويفتح المجال للجميع للعمل الإداري وشابه ذلك. طيب أنت تتحدث، أنت تحدثت عن الأمل، أنت تحدثت عن مكونات جديدة سيد جعفان، يعني إذ هذا ما قال، هذا ما قلته سيد جعفان، وأنقل هذا القول للسيد الصالح. يعني إذا كانت، إذا كان سيد جعفان وهو يمثل كثيرين يقول أن هناك مكونات، هناك حاجة لمكونات جديدة تعيد الأمل بدل كل هذه القوى، أنا بالنسبة لي أنا مشتت الآن، لا أعرف ما الذي يريده الانتقالي بالضبط. في البداية تقول أن الانتقالي لا يبحث عن مناصب وهو يريد شراكة سياسية، شراكة سياسية ما هي مظاهرها؟ هل هي مناصب في الحكومة أم لا؟ ثم أشرت إلى التمثيل السياسي ووزن الإصلاح مثلا في الحكومة ووزن المؤتمر الشعبي العام في الحكومة، هذا يعني أن الانتقالي يبحث عن مناصب حكومية. إذن قل لي كيف هو التمثيل، يعني كيف تمثل الشراكة السياسية في هذا الوقت؟ هل هي مقاعد في أي مشاورات مع جريفيتس ومع الحوثيين؟ ما الذي يريده الانتقالي بالضبط؟ هل يريد إخراج الإصلاح من الحكومة؟ أنا بالنسبة لي لم أفهم بالضبط. دعني أقول لك أولا حول ما يقول الضيف حول أنه الشارع بحاجة إلى كيانات أو إلى يعني أحزاب أو قوى سياسية. لا أحد يمنع في هذا العهد الذي نحن فيه، يعني من أراد أن يخرج لتكوين له ما يريد فليبحث، يعني هذا أمر طبيعي جدا ومقبول تماما، والشارع يرحب من لديه حاضنة شعبية ومشروع استطاع أن يسوقه للناس فليخرج، هذا أمر طبيعي جدا، ولا يرمي أخطاءه أو فشله أو عدم قبول الناس له على الآخرين. هذا أولا ما يريده المجلس الانتقالي بوضوح. دعني أقول لك مسألة المناصب السياسية في الدولة لا تعني الحزب كله، لأنه طبيعيا لن يكون هناك أعضاء الحزب كلهم في مناصب الدولة، سيكون من 4 أو 5 أو 10 أو 100 شخص فقط، لن يكون كل هؤلاء الملايين ضمن إطار الدولة كموظفين على الأقل. المجلس الانتقالي يبحث عن 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 مسار حقيقي واضح، أولا في رؤية استراتيجية لإنهاء الحرب، إذ لا يمكن بأن قواتنا الجنوبية تقدم تضحيات في كل مكان والقوات الأخرى رابضة في أماكنها وفي مراتعها دون أن تقدم شيء، وهذا أول ما طرح. ثانيا هناك ملف مكافحة الإرهاب وارتباط بعض الأحزاب والقوى في عمل من تحت الطاولة مع بعض هذه القوى التي تأذى منها شارعنا. لا أريد أن أسمي أحد، لكن هذه أدلة تم رفعها للتحالف مثبتة لا يستطيع أحد إنكارها أبدا، وبالتالي الجميع يعرفها هنا. الشيء الأهم من هذا كله الحل النهائي للقضية، لا يمكن بأن تكون واقع سياسي على الأرض
ويتفاوضون من لا يملكون الأرض. هذا أمر غير مقبول. نحن لا نريد أن تنتهي الحرب مع الحوثي ويتم تسوية سياسية أيا كان نوعها ثم نبدأ حرب جديدة. لماذا لا ننهي هذه الأمور الآن ونتفق عليها مبدئيا ونتجه للحل النهائي ونحن متفقين؟ لكن أنت قلت نريد شراكة سياسية في بداية الحوار. أنت قلت نريد شراكة سياسية واتفاق على كيفية إدارة المعركة ضد الحوثيين. الآن تقول تريد حل أكمل القضية الجنوبية قبل مواجهة الحوثيين. دعني أكمل لك الآن. تفضل. عندما يحدث هذا الأمر من خلال الشراكة السياسية، كيف نستطيع تحقيق هذه الأمور؟ لا نستطيع تحقيقها بالشعارات والهتافات من خارج مؤسسات الدولة. يجب أن يكون الجميع في ظل مظلة الدولة ويتشاورون على 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 أي على دولة بالضبط سيد الصالح؟ أي دولة؟ الشرعية القائمة اليوم، الجمهورية اليمنية تقصد؟ الشرعية القائمة اليوم، دعني أقول لك يا أستاذي الفاضل، الشرعية القائمة اليوم هي قائمة في الأراضي الجنوبية فقط، مديريتين في مارب وشارعين في تعز فقط. أما الشرعية حقيقة هي تمثل الأراضي الجنوبية. لكن سيد الصالح، لا يمكن الآن أن ترفع العلم الجنوبي في دوائر رسمية للجمهورية اليمنية. هذا أمر غير مقبول في العرف الدولي وفي عرف الدول. هذا ما أفهمه منك الآن. لا يوجد في القانون اليمني، لا يوجد في القانون أو الدستور اليمني ما يمنع رفع العلم الجنوبي على الإطلاق. لأن العلم الجنوبي، إذا أنتم كشماليين تعترفون بأن الوحدة هي التحقيق بين دولتين وشعبين، فأنتم تعترفون بالعلم الجنوبي أنه حقق. أما إذا أنتم محتلين فأنتم لن تعترفون به، وبالتالي لا يوجد هناك مصوغ قانوني أو دستوري، لا تستطيع أنت ولا أي أحد قارئ في فتوى الدستور بأن هناك ما يمنع رفع علم الجنوب. نعم هناك يمنع رفع أي علم آخر كاعتراف، لكن علم الجنوب لأنه هو من أتى للوحدة وشريك أساسي في تحقيقها لا يوجد ما يمنع من رفعه. لماذا هذه الحساسية المفروضة ضد علم الجنوب يا سيد العزيز؟ ما هي الإشكالية مع علم الجنوب؟ يعني ومن ثم دعني لا أريد أن أبدو بلهجة مناطقية، لا أريد أن يبدو الحديث بلهجة مناطقية سيد الصالح، لكن لم يرفع الشماليون، لم يرفع من هم من الجمهورية العربية اليمنية سابقا، لم يرفعوا العلم الشمالي في مناطقهم وهم قد استضعفوا في أيام ما كثيرة. أنا أقصد الشعب على الأقل. لحظة دعني أقول لك، إذا هناك، أنا معنا كل الاحترام والتقدير لإخواننا الشماليين بكل اختلافاتهم السياسية، وليس لي أن أقول لهم ماذا يفعلون، لكن هناك من يخجل من أن يرفع علمه السابق. احتفلوا بالأمس بعيد 26 سبتمبر الذي أعلن قيام الجمهورية العربية اليمنية وخجلوا حتى بعلم واحد للخروج. هذا أمر ليس طبيعي. نحن نفخر بتاريخنا، نحن نعرف بأن الجنوب كانت فيه إشكاليات وإرهاصات وصراعات، لكن مع ذلك نرفع علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بكل فخر ونعتز فيه ولا نرى فيه إشكالية، ونرفع علم الجمهورية العربية اليمنية لأنه جزء من تاريخ اليمن الشمالي أيضا، لا توجد مشكلة. لكن دعني أقول لك، لكن علم الوحدة اليمنية لا يرفع. لو تكرمت فقط بعد لي دقيقة. هل الأولوية فعلا، هل الإشكالية حقيقة في رفع علم اليمن الجنوبي الذي أتى للوحدة، بينما الدولة بعظمة بقدرة جلالها برئيس جمهوريتها بحكومتها في الخارج كلها؟ يا سيد العزيز، لدينا خلل في الأولويات. دعونا نرتب الأمور بالشكل الصحيح. لماذا نحاول أن نواجه الناس؟ لماذا نستعدي شعب الجنوب كله؟ دعوا شعب الجنوب يرفع العلم الذي يناسبه، وهو علم محترم أتى لكم بوحدة على طبق من ذهب. لا يوجد مثل ما قلت لك، لا يوجد مصوغ قانوني يمنع يعني رفع علم الجنوب. ويفترض لو أنا مواطن شمالي وحدوي، صدقني سأرفع علم الجنوب في بلادي في أي منطقة شمالية احتراما واعتزازا، لأنه لا يوجد شيء يخجلك. هذا ليس علم إسرائيل وليس علم داعش أو قاعدة، هو علم دولة أتت إليكم باحترام وبسلام وحققنا الوحدة اليمنية في وقت كنا محبين لها، ثم تغيرت الأحوال. فعلم الجنوب اليوم لا يعتبر جريمة. رفع علم الجنوب أمر طبيعي جدا، يفترض بنا احترامه وتقديره ولا يعتبر جريمة، ورفع في صنعاء في مؤتمر الحوار الوطني، والقوى الشمالية احترمت هذا الأمر. ومن يعترف بالقضية الجنوبية، من يدعي في الحقيقة ادعاء بأنه يحترم أو يعترف بالقضية الجنوبية، يجب عليه احترام العلم الجنوبي وتقديره. هذا علم شهداء كل الانتصارات التي تقدمها. يا سيد الكريم، وأنا أتذكر الآن أن سفير اليمن في السابق يعني خالد اليمن عندما كان سفيرا في الأمم المتحدة، وكذلك أحمد عوض بن مبارك، ذهبوا إلى فعاليات رفع فيها العلم الجنوبي هناك في أمريكا حيث أنت. لكن دعني أعود إلى السيد جعفان، ما رأيك بكل ما طرحه السيد الصالح؟ كثير من القوى الشمالية جعفان في هذا الأمر عندما حضروا. نعم سيد جعفان، ما رأيك بما يطرحه السيد الصالح بعجالة إذا سمحت؟ اولا القصة مش قصة علم، مسألة علم مسألة سهلة يعني، ما ليش قضية يعني. وقضية الانفصال ايضا الان قال الشمال، الاخوة في الشمال ايضا هم يبحثوا عن الانفصال اكثر من الجنوبيين، وحينما يعني يسمعون الحديث عن الانفصال يقولوا انفصلوا وما شابه ذلك.
يعني القضية أصبحت أكبر من هذه المسائل بكثير جدا. القضية الآن قضية وطن ممزق، قضية يعني أصبحت يعني قضية إقليمية ودولية وصراعات. أصبحنا يعني المسألة مع يعني الحديث عن فكرة الوحدة والانفصال والعلم وما شابه ذلك، هذه قضايا يعني عبارة عن ترف كنا نخوض النقاش فيها في زمن سابق، لكن حاليا المسألة مسألة تهديد وجود المشكلة يعني أصبحت. طيب هناك نقطة المسألة، يعني ما الذي يريده المجلس الانتقالي وقد طرح ذلك السيد صالح قبل قليل إذا مريت عليها بعجالة؟ يا أخي المجلس الانتقالي يعبر كما قلت لك عن وجوده، ولا يرى له قيمة إلا من خلال القوة العسكرية والسلاح الذي يملكه، وهذه هي المشكلة. لأن القضية الجنوبية قضية شعب، قضية واسعة جدا وفيها فصائل ومكونات كبيرة، وعلى المجلس الانتقالي إذا كان يعني قد حصل له ما حصل واستطاع أن يعني يثبت جدارته في هذه المرحلة ويبرز من خلال يعني الميدان ومن خلال الواقع بهذه القوة وبهذه الكيفية، كان المشترف به أن يدعو إلى مؤتمر جنوبي جامع يضم كل الفصائل ويضم كل المكونات. هناك قيادات تاريخية كما قلت لك، وهناك مكونات كثيرة، وهناك رموز يعني تيار باعوم والعطاس والبيض وكل هؤلاء القيادات. ويعني أيضا بعد ثورة 2011 خرجت أيضا قيادات ومكونات كثيرة، وأثناء مؤتمر الحوار أيضا كل هذه الفصائل والمكونات كان يفترض بالانتقال أن يدعوها يعني كلها في مؤتمر واحد، ويحاولوا أن يخرجوا بما استطاعوا به من يعني شرعية مشروعية وتوافق وشخصيات. ولكن كما قلت لك ثقافة الاستحواذ والفكر السياسي لا زال في المرحلة الأبجدية، ولا يستطيع أي مكون أن يتخلى عن المكاسب التي استحوذ عليها هنا وهناك، وبالتالي القضية أصبحت هي قضايا شخصية، كل مكون يريد أن يعبر عن القضية الجنوبية بما يتناسب مع مصالحه وما يتناسب مع المكاسب التي يريد أن يحصل عليها. هذا هو الإشكال الكبير الآن يا أخي العزيز. شكرا لك. الحديث يعني كلام الأخ الصالح هو كلام منطقي، ولكنه يعني نظري أكثر مما هو عملي. يعني أنا أقول لك مثلا حينما يتحدث هو عن العلم ويقول جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، غيره هنا في المجلس الانتقالي نفسه يتحدث عكس ذلك، هو يقول الجنوب العربي. حتى مسألة الهوية والاسم هي يعني إذا كنا نتحدث مثلا عن انفصال بهوية سابقة قبل 22 مايو 90، يعني ما أقول نقول جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على أساس أنه الاسم موجود، هوية قانونية موجودة فيها مسجلة في الأمم المتحدة، لكن الحديث اليوم يتم عن مسألة الجنوب العربي. وحتى وكما قلت هناك أكثر من نقطة جدلية في هذا السياق. جزيل الشكر لك سيد أحمد جعفان الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، وكذا الشكر للسيد أحمد الصالح الذي كان معنا أيضا عبر الهاتف من نيويورك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.